Bonjour. Ça va? Ça va, Anthony. قلت لك تقبلت لحظه برك سيد رئيس مجموعه دوافع قلت لي باش نعمل معك سيفي باش نعمل معي سيفي لحظه مع صحفه سيفي وبعد انتم سيفي اموركم معك خلي سوا نسلم نعم
عبد الرحمن بسيبار رئيس الحكومة رئيس الحكومة يخدم الحكومة هذا المستقلين ماذا تقول عن هذا الوضع؟ نفس الشيء، احنا سنتقبل كل النتائج. هذه الديمقراطية في تونس ان شاء الله اليوم اولا يكون هناك كثافه على التصويت، لانه نسبه المشاركه في الرئاسيه ما كانتش الحقيقه مرتفعه. ان شاء الله اليوم الناس تقبل على صناديق الاقتراع، وخاصه الشباب التونسي اللي لازم يمشي يصوت لتحديد مصيره. ما الناس لازم تمشي تصوت باش ما يقولوش صوتوا في بلاصتنا وحدوا مصيرنا في بلاصتنا. الناس كل مسؤوله اليوم، كل ورقه عندها قيمه. فادعو كل التونسيين الى التصويت بكثافه ان شاء الله. معناها ان شاء الله النتائج تكون معناها في المستوى المأمول، وان شاء الله معناها تونس غدوه تكون معناها في مستقبل جديد، وان شاء الله دائما وابدا البلاد هذه تكون محصنه وديمقراطيتها معناها امنه من كل المخاطر التي تعترض. وماذا تتوقع لحزبك؟ هل سيكون ايضا ممكن ان يكون تصويت عقابي كما في دورة الرئاسيه؟ احنا نحترم التصويت، احنا حزبنا موجود في كل الجهات في 33 قائمه، وقمنا بحمله كبيره ان شاء الله. معناها الصندوق سنصف نجوم وفي كل الحالات كما قلت احنا نتقبل النتائج. تفضل تفضل. حي كل حاجه. نعم عبد الرحمن، اذا كان تصويت رئيس الحكومة